في البداية هقرأ قطعة صغيرة من غلاطية 5:12-13. هنكمل. يا ليت الذين يملكونكم يقطعون أيضا، فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للكسب، بل بالمحبة اختموا بعضكم البعض. شكرا. نحن محتاجين للمحبة. المحبة أساس الكتاب المقدس. الله محبة ولذلك أحبنا. وعارفين المحبة عمل إيه؟ ترك عرش السماء ونزل وبقى عبد ومشى الصليب وصلب ودفن، لكنه قام منتصرا في اليوم التالي عشانك وعشاني، محبة فيك ومحبة فيا. خلينا نسكب قلوبنا ونقول له للرب أنا بس كنت أحتضر لجناحيك، أحتمل لأنه من غيره ما في طريق. Yeah.
Thank you.
أجواء البركة. Oh.
حين سيد الملك اللي أنا عايش قدامه. تعالوا ممكن نقول بقوة دم الرب يسوع كده وإحنا بنفس واحدة، حين هو الرب الإلهي اللي أنا واقف قدام ده، واقف قدام مين؟ يسوع. هاليلويا. ولا محتاج شيء من الانسان ده بتكفيني ايه؟ السلام.